وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. والمنكب كما ذكرنا فيما سبق هو مجتمع رأس الكتف والعضد، يعني ما بين جهة الرقبة إلى أصل الكتف. وانظر كيف أن الله تعالى يعظم أجساد الكافرين حتى يزدادوا عذابا فوق العذاب، فوق العذاب، لأنه كلما عظم البدن كلما ازداد الألم، كلما ازداد الألم. وربنا جل وعلا بيده كل شيء، ولذلك يخلق ربنا ما يشاء سبحانه وتعالى. ويوم القيامة كما ذكرنا، كما قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأهل الجنة كما سيأتي معنا كيف أن الله تعالى أيضا يزيدهم في الطول وأيضا يغذيهم ويمدهم بالنعيم والجمال، هذا كله مما لأهل الجنة. كذلك أهل النار يعظم الله عز وجل أبدانهم حتى يزدادوا عذابا فوق العذاب الذي يعانونه.